بسم الله الرحمن الرحيم. البيت انيمال ميديسين ريبريزنتد باي دكتور صلاح عبد المحسن جبر. في الحقيقه البيت انيمال معروفه من قديم الزمن، يعني من ايام القدماء المصريين وجد جداريات مرسومه لحيوانات اليفه موجوده على جدران قدماء المصريين، وكانوا المصريين بيقدسوا بعض الحيوانات دي نتيجة للعقائد بتاعتهم في الوقت ده، ومرسوم على الجداريات صور للعديد من الحيوانات الأليفة سواء القطط أو الدوجز. في بعض الرموز رمزوا لها بالحكمة، رمزوا لها بالقوة، رمزوا لها بعض العقائد المختلفة في الوقت ده. في العصر الحديث البيت أنيمال بيستخدم، أو الحيوانات الأليفة عموما بتستخدم في أغراض كتيرة جدا، منها الصيد، منها الحراسة، منها رعاية القطعان، منها أغراض التفتيش والأمن. احنا عارفين ان حاسة الشم في الكلاب عالية جدا، وعشان كده فيه رجال الشرطة بيستخدموا كلاب مدربة في عمليات الكشف عن المهربات والممنوعات وتأمين المطارات وتأمين الطائرات ووسائل السفر والبحث عن المخدرات وغيره. المسلحة بعض الجيوش ابتدت تستعين بالحيوانات الأليفة لأغراض متعددة، منها إمداد خلف خطوط العدو، منها الكشف عن الألغام، منها عمليات الإمداد والتموين، منها إرسال معلومات خلف خطوط العدو، تحميل الكلاب وبعض الحيوانات المدربة بعض الرسائل خلف خطوط العدو. فبصراحة ليها استخدامات متعددة. كذلك في العمليات في أوقات الكوارث، الحرائق، الزلازل، بتستخدم الكلاب المدربة في عمليات الكشف عن الأنقاض والكشف عن الناجين وبعض عمليات الإنقاذ اللي يتعذر على الإنسان القيام بها. وعشان كده الحيوانات الأليفة في العصر الحديث ابتدت تزيد شوية. بعض العائلات والأسر بتربي الحيوانات الأليفة تربية عن قناعة إن هي بتعتبر صحبة جيدة، بتعتبر ونيس من الوحدة. بعض الأسر بيربوا الكلاب والقطط لأغراض نفسية وأغراض اجتماعية، وبتهتم بها اهتمام عالي جدا، لدرجة إن هي أثناء السفر مثلا ابتدت تطالب بوجود فنادق خاصة بالكلاب والقطط، وحاليا ابتدت تتواجد فنادق مخصصة لرعاية الحيوانات الأليفة أثناء سفر الأسر المصاحبة ليها. ابتدوا يهتموا بعمليات الجرومينج وعمليات التجميل للحيوانات الأليفة، الشامبوهات، التغذية. فأصبح إنشاء متخصصة لرعاية الحيوانات الأليفة أمر ضروري جدا وفي غاية الأهمية، وبيعتبر مهنة رايجة جدا ومربحة جدا. بعض العيادات المتميزة ابتدت تعمل سيارات متنقلة أو عيادات متنقلة تقدر توصل للكاستمر في أي مكان موجود فيه الحيوانات الأليفة، وتقدم الرعاية الطبية، تحصينات دورية، علاجات، رعاية إميرجنسي. بصراحة ابتدت الوضع ده موجود، وفي عيادات في القاهرة وفي عيادات في بعض محافظات الدلتا ابتدت تاخد شهرة كبيرة جدا، وابتدت يبقى لها تميز في هذا المجال.
وجود عيادات البيت انيمال اصبح امر ضروري في المجتمع المصري، والدكتور البيطري المتخصص يقدر يفتح عيادة بإمكانيات كويسة جدا. مش بس العيادة بتقدم رعاية طبية، ولكن بتقدم الخدمة الدوائية، بتقدم خدمة الجرومينج والتجميل وقص الشعر وحاجات كتير جدا. العائد المادي بتاعها كويس جدا بالنسبة للطبيب البيطري، وأصبح استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص سواء بأجهزة السونار أو بالإكس راي أو بإجراء العمليات الجراحية أو بإجراء التحصينات الدورية من الحاجات المهمة اللي بتقوم بها عيادات البيت أنيمال. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في أمراض اللي بيواجهها الطبيب البيطري في عيادات البيت أنيمال. هنبدأ بالجهاز الهضمي، وقلنا إن هو من أهم الأجهزة في جميع الحيوانات، ولكن بياخد أهمية خاصة في الحيوانات الأليفة. هنبدأ بالدايجستيف سيستم ديسيز. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة إن الدايجستيف سيستم بيبدأ من الماوس والإسوفيجاس والاستومك، وعارفين إن الاستومك في الكات والدوج عبارة عن سيمبل استومك انيمال، لان دي كارنوفورس انيمال وحيوانات اكلات لحوم بس مش هيربوفورس. احنا بنقسم الحيوانات لهيربوفورس انيمال اكلات اعشاب، وكارنيفورس انيمال ويعد الكلب والقط والحيوانات البرية المفترسة زي الثعالب وزي الاسود والنمور، دي كارنيفورس انيمال، والمعدة فيها سيمبل ستومك انيمال زي الهيومن تقريبا بالظبط. يعني بعد الاستومك بنلاقي الاثنى عشر، بنلاقي الامعاء الدقيقة ويعقبها الامعاء الغليظة ويعقبها المستقيم والريكتم، ملحق بالقناة الهضمية الكبد والبنكرياس زي ما حضراتكم عارفين. هنا هتقابلنا في مشاكل الجهاز الهضمي اللي هو الماوس، وهنبدأ بالاستوماتايتس. لكن قبل ما نبدأ بالاستوماتايتس نعرف أهمية الجهاز الهضمي. The digestive system includes all organs that are involved in taking and processing food. It begins with the mouth زي ما قلنا، وينتهي بالأنس زي ما The function of digestive system عندنا أربعة main function of digestive system. لازم نبقوا مركزين شوية. أول حاجة اللي هو الدايجيشن. من أهم وظائف الدايجستيف سيستم عمليات الهضم الأساسية، اللي هو الجهاز أصلا موكول إليه. دايجيشن. تاني حاجة عملية الأبسوربشن أوف نيوترين. عملية امتصاص الأغذية بعد الهضم دي من أهم وظائف الجهاز الهضمي. تالت حاجة الموتيليتي. في حاجة اسمها البريستالتيك موفمنت، ودي خاصية من خواص الجهاز الهضمي، إنه بيقدر ينقل الأكل بطريقة سموث وطريقة آلية من الماوس. بعد ما يحصل عملية البلع يبتدي يتحرك الأكل عن طريق البريستالتيك موفمنت للأعضاء المختلفة. بعد كده يقدر يوصل للأسوفيجاس، ومن الأسوفيجاس بيتحرك على المعدة. بعد ما تخلص عملية الهضم في المعدة يبتدي ينتقل بطريقة مباشرة للأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة وهكذا، وتتم العمليات الأخرى بعد عملية الدايجيشن. من أهم وظائف الجهاز الهضمي برضو اللي هي عملية الإليمينيشن أوف فيسز. يبقى احنا أربع عمليات: دايجيشن، أبسوربشن، موتيليتي، أند إليمينيشن أوف فيسز. خد في بالك إن الجهاز الهضمي بيبدأ من الماوس. هنبدأ بالأورال أفكشن والعيوب الخلقية اللي ممكن
تقابلنا في الدايجستيف سيستم، كونجينيتال ابنورماليتيز، اورال كليفتس. ديفينيشن الاورال كليفت كونجينيتال ابنورماليتي يوجوالي اوكير ان ليبس اند بالات of young animal which may be due to hereditary factor, nutritional deficiency disease, stress, chemical effects of drug. Type of clefts, cleft. It is a fissure of lips. Usually occurred in the upper lips. Palatoscisis is a fissure of the palate. It may be extended from lips. Young animal may be die due to starvation لأنه ما بيعرفش يبلع وما بيعرفش يحتفظ بالملك في الماوس ويعمل له swallowing، وعشان كده ممكن نتيجة للستارفيشن اللي بيحرم من الأكل بسبب العيب الخلق ده يبتدي يموت. تريتمنت في الغالب الحالات اللي زي دي ما بقدرش أعالجها غير بالعلاج الجراحي surgical treatment only with little success. زي ما حضرتك شايفين عمليات الكليفتس بتبقى بالشكل ده بنعالجها بالعلاج الجراحي. acquired abnormalities اول حاجه الكلايتس. definition acute inflammation of lips. السبب sharp object foreign body extension from mouse infection, local or generalized skin infection, hypovitaminosis B, mange or stomatitis. Stomatitis means inflammation of the oral mucosa. Includes gingivitis, acute or acquired or chronic inflammation of gum, glossitis, acute or chronic inflammation of lingual mucosa. ايه هي الاسباب؟ الاسباب يا اما physical cause يا اما chemical cause يا اما infectious cause. physical cause زي trauma, stomach tube, sharp teeth, sharp spines, hot water drink. ال chemical cause الإيريتانت دراج أور كيميكالز. فيروس كوزز زي البكتيريا والفيروس والبرازيت. كلينيكال فايندنج إيه اللي بلاقيه؟ انفلاماتوري باندز أوف ذا نيك أوف ذا تيث. سلو بينفول ماستيكيشن. إديما سويلينج أوف ذا جام. ألسريشن. دايجنوزيس بالكيس هيستوري بالكلينيكال ساينس. تريتمنت في الغالب علاجها اليمينيشن. اول حاجه ببدا بيها اليمينيشن اوف ذا كوز. الريجيشن ويز لوكال انسبتيك سوليوشن. سيستميك انتبيوتيك لو احتاج. انجكشن اوف فيتامين بي. تريت ذا ريال كوز اوف از يوريميا لو سيستميك أو ليبتوسبايروس. classification according to causative agent. أول حاجة الألسراتيف ستوماتيتس السبب بتاعها systemic viral disease as calci virus and rhinotracheitis in cat. systemic infection as nephritis in dog. vitamin B deficiency. Classific clinical finding ulceration of the tip of the tongue. The ulcer may be covered with pseudomembrane, bloody stained saliva with fetid oil.
أرثرو ممبرينس ستوماتيتس السبب فيوزيفورم باسيلاي The disease is common in dog and cat. في نوع تاني بنسميه جانجرينا ستوماتيتس والسبب severe physical or chemical agent systemic affection as nephritis in dog vitamin B deficiency sequelae of ulceromembranous clinical finding rapid massive destruction of the tip of the tongue the lesion may found on the gum margin ما حضرتك شفت follicular stomatitis السبب general systemic disease as canine distemper malnutrition and bad hygiene clinical finding small vesicle that convert to shallow ulcer mycotic stomatitis السبب candida albicans infection الأعراض star-like ulcer the more susceptible animal is young animal prolonged treatment with antibiotic the lesion may extend from pharynx or to pharynx and diagnosis case history clinical science treatment local treatment gentian pilot solution نيستاتين اوينتمنت بيدي نتائج كويسه سيستميك تريتمنت نيستاتين تابلت اموكساسيلين اور امبيسيلين جنرال تريتمنت لوكال كوترايزيشن اوف اورال السر باي سيلفر نيتريت نص في الميه انتسيبتك سوليوشن زي البوريك اسيد 1% أو تنشر أيدين أو الهيدروجين بروكسيد أو كبر سلفيت 2% أو السلفوناميد إنجليسرين في حاجة اسمها الميجا أسوفيجاس ديفينيشن دايليتيشن أوف ذا أسوفيجيال وول يوجوالي أوكير إن دوج ديو تو ريجرجيتيشن أوف السبب ايديوباثيك ممكن يكون بسبب مجهول مش عارفينه او سكندري تو انفكشوس ديزيز زي البولي مايوسايتس سيستميك لوباس اريثروماتوزيس اسوفيج clinical finding بلاقي الحيوان loss of appetite inability to swallow food salivation and regurgitation of food pain during swallowing aspiration pneumonia may occur diagnosis عن طريق case history clinical science ممكن استخدم الاستومك تيوب أو الراديوجراف أو الإندوسكوب تريتمنت بدي إلكترولايت إنترافينوس فيدينج تو ووتر ريشيو لازم تبقى بدي كمية مية كفاية تريتمنت أوف ذا أوسوفجايتس لو موجودة أو أسبيريشن لو موجودة Esophagitis divination inflammation of the esophagus characterized as trauma
السبب يا اما تروما due to false use of stomach tube, ingestion of irritant chemicals, extension from stomatitis or pharyngitis. Clinical finding: بلاقي الحيوان عنده dysphagia, salivation and spasm, extension of head and neck, بيمد رقبته عشان في ألم, regurgitation and coughing, pain on diagnosis عن طريق case history, clinical signs, treatment, holding food, بستبعد الأكل خالص تماما, intravenous feeding, antispasmodic as atropine sulfate, analgesic as morphine, antibiotic or سلفيت. وإلى اللقاء في محاضرات أخرى إن شاء الله.